رح نتوقف مع اتصال مع دكتور جبران قرنعوني الاختصاصي بالإسعاف الميداني وإدارة الكوارث، حتى نستفسر منه اليوم عن كل شيء بيتعلق بأناديل البحر يلي عم نشوفها على الشواطئ اللبنانية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، أو العكس، بدأت بالجنوب وصارت هلأ بالشمال. صباح الخير دكتور جبران. صباح النور. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. عم نحكي عن أناديل البحر يلي كل سنة مثل هالأيام بتكون على شواطئنا، وبتبدأ بعتقد من تموز لحد شهر آب بالمبدأ. هي عادة موسمها هي شهر تموز. نعم. وما بعرف ليش الناس السنة متعجبة هالقد وعاملة بانيك عليها. يمكن شافوا أعداد كتير كبيرة الآن. ممكن لأنه نعم. النفايات هي بتساهم أنها تزيد نعم. وجودها، بس هيدي شغلة طبيعية موسمية، كل صيفية بشهر تموز بيبقى عنا تيارات بحرية وبتقرب هيدي لعنا، النفايات وجودها بتخليها تقرب أكثر، وقتل الزلاحف البحرية كمان بتساهم بتكسرها، لأنه العدو الرئيسي لها هو الزلاحف البحرية. بس للأسف لبنان مثل كل شيء عنا فاسد، بقى الشعب فاسد لما الشعب بيخرب الشطوط الرملية يلي بتحط فيها البويضات هي الزلاحف، وبيستعملها تيعمر وبيجرف فيها الرمل وبيطلعها تيبيعها، هو عم بيساعد بخراب البيئة تبعه عن هالطريقة، لأنه الزلاحف هي العدو يلي بتكافح ضد هيدي هذا. لبل بالعكس، لما بتكب كمان زباله بالمي وبتكب نايلون، الزلاحف اللي موجوده بالمي تختنق. لما بتشوف كيس النايلون بتفكروا انه هو قنديل وبتقرب تاكله وبتختنق فيه كمان. نعم. فنحن شعب فاسد من اساسنا، بقى منا عمليه سياسه، هي عمليه تربيه، كلتشر، ثقافه، عايشين نحن غلط من الاساس. وصلت انه نوصل لهون انه تزيد عندنا هي الكميات تبع القنديل الموسميه اللي بتجي كل شهر تموز تقريبا. نعم. هلا بدنا نحكي للاسف اذا في اشخاص تعرضوا للسعة المهنة هالقنديل، كيف العلاجات، قديش مدى الخطوره، وشو لازم، كيف لازم نتصرف ان كنا على البحر؟ خليني الفت نظر بالاول انه بالعالم انواع واحجام الأناديل البحر كثير كثير، يعني عندنا فوق ال 2000 نوع. يا ريت نرجع نشوف الصوره بالاول تبع الأنديل الكبير. اذا ممكن عندنا تقريبا 2000 نوع، احجامهم بتتراوح بين أنديل فيك تمسكيه بايدك بكف ايدك. نعم. وبين أنديل بيبقى هو الانسان قده نقطه، يعني قد 200 مره حجم جسم الانسان. عم نشوفه هلا على الصوره. نعم. بقى هودي الأناديل يلي فيهم هالاحجام فيهم الوان، انما الاكثر الالوان الشائعه هي الالوان البيضاء اللي هي الشفافه نحن بنشوفها، في البعض منه لون احمر على بني وفي لون الازرق. نعم. الاكثريه اللي بيجوا لعنا هن الابيض نحن الشفافين. نعم. ثالثا الاحجام وسميه الانديل بتفرق بين المياه السخنه والمياه البارده، يعني المياه المحيطات يلي فيها اعماق وفيها حرارات مرتفعه الانديل تبقى مسمة اكثر وخطره اكثر. نعم. بالمياه المغلقه يلي هي مياه البحيرات عفوا البحار مثل البحر المتوسط، النوعيه ما بتبقى كثير سميتها عاليه وما لنا كثير مؤذيه. نعم. انما بالاخير اي مره تعرضنا لعقصة انديل، الانديل بيعمل حرق درجه اولى. بيبقى اول شغله بس قبل ما اكمل بالاسعاف، تقلك انه الانديل ما بيهاجم، يعني الناس بتخاف من الانديل، الانديل اذا شفتيه عم يتحرك الانديل بتنقل عموديا، يعني ممكن يكون على غمق متر ويطلع طلوع صوب وجه المي، انما لما بنشوفه عم يتحرك افقيا او جاي مقرب صوبه بسبب التيارات المائيه السطحيه هي اللي بتجره. نعم. والانديل يعتبر كائن بخاف، يعني بيهرب من الانسان، بيهرب من حيالله خطر حوله، مشان هيك بعض الاحيان اذا برقنا بمي ما كان في قنديل وعقصنا وحسينا بحروق وتعقيص والبدك اياها وذا العوارض، نتيجه انه القنديل مرق بهالمنطقه قبلنا وحس بخطر عليه، كب السموم تبعه بالمي. نعم. على مسافه 10 امتار تيحمي حاله. هلا لما انا بصير في عندي احتكاك مباشر بالانديل او عن طريق العقصات من المواد الكيميائيه اللي هو رشاشات، مثل ما قلت بيعمل حرق درجه اولى. هون بلفت النظر، حرق درجه اولى بالبيت اللي هو كنايه عن احمرار السطح للجلد بالبيت، بنعالجه بوضع المي الجاري، يعني مي حنفيه او بندلق مي من قنينه على ايدنا تنطفي الحرق. نعم. بتعمل مي حلوه. نعم. هيدا الشيء ما بيتطبق على عقصة الانديل، لانه الماده الكيميائيه اللي بيفرزها الانديل تتفاعل سلبيا مع المي الحلوه، بصير يحرق اكثر، بتسبب ان ايوه انها تعمل مضاعفات اعلى وبنحس باوجاع اكثر وحروق اكثر اعلى. هون نلفت النظر، في عادات قديمه نعم. عند بعض اللبنانيه بسمعها انا وبنعرفها كلياتنا، الناس بتحط رمل
وبتفرق بالرمل. انا ما بحبذها نهائيا. صحيح انه الالترافيوليه اللي بيكون ناتج عن اشعه الشمس اللي بقلب هالرملات هي بتساعد، انما تفرق رمل بحماوي ممكن يشلفط زياده، فرك الرمل على الجلد منه مستحب وبيفقع البول اللي بتعمله انحرق. نعم. لما بنطلع بالحرق درجه اولى، يمكن انا كمان في صوره بدنا نشوفها بالحرق. نعم. درجه اولى اذا بتطلع فيه بنلاقي فيه مثل جلل حبوب، خلينا نشوف الصوره اذا ممكن موجودين. نعم. هاودي كناية عن أكياس في بقلبهم المادة الكيميائية اللي صحيح. بتكون على إجرين الأندية اللي من بيلزق على جسم الإنسان بيلزقهم عليه وبيعمل هيدا الشكل، يعني بيعمل هيدا التورم اللي فيها المادة الكيميائية. نعم. هيدا المادة بتتفاعل مع مية الحلوة سلبيا. يعني أنا هون بلفت النظر أنه إذا بدك الاستطباب، يعني المواد. نعم. الطبية العالمية اللي موجودة بلبنان ما عنا إياها، يعني نحن أنا كطبيب طوارئ ميدان بستعملها، في نوع من المواد سبراي من رشة بتركيبتها في خل. خل. الخل. خل العادي؟ أي أنواع خل كلها بتمشي، لأنه الأسيد الموجود بقلب الخل هو يلي بيكوي هيدي المادة وبيعطلها مفعولة وبيتفاعل معها ساعتها إيجابيا وبيعطلها. نحن هون في طريقتين، في بعض في عنا طريقة من اثنين، يا أما إذا أنا لابس تي شورت على البحر فيني حطها على أول العقصة وامسح باتجاه واحد هيدي العقصة، يعني هودي الحبوب الموجودين فيني امسحهم بس بمرق مرة واحدة عليهم، ما بروح وبرجع مرتين وثلاثة لأنه بفرطهم. نعم. بكبوا زيادة. نعم. بمسحهم مرة واحدة باتجاه واحد برجع بحط خل. يا أما الطريقة الثانية، القطعة اللي معي فيها القماش إن كانت فلانيل أو غيرها بنقعها بالخل منيح وبلبخ محلها لبخة. تلبيخ بلبخ تنقعهم منيح برجع بمسحهم مسحة واحدة. نعم. هيدي الطريقة الوحيدة والفعالة هي وجود الخل على العقصة. يعني لازم ناخذ معنا إذا نزلنا على البحر قنينة خل. إيه هون. نعم. بس خليني أعمل تعليق يعني. نعم. شوي للابتسامة مش أكثر. نعم. لأنه بسمعهم إنه. نعم. بيقولوا لي ناس إنه ولو إنه هلا أنا بدي أحمل قنينة خل وإذا بيها على البحر. جوابي نعم، لما تحل معك صن سكرين. نعم. ولما تحل معك زيوت، لما تحل معك بجزان ثلاث اربع انواع من الاناني وبروتكشن للشمس، اعملي قنينة خل فوق منهم. يعني لا بيعقدوا على الخل، انه دائما الانسان عنده رفض انه لا خل، لا خل، لا صن سكرين. دكتور جبران، متى يستدعى انه نروح على الطوارئ؟ جيد، هون بلفت النظر شغلتين. الشغله الاولى، في اشخاص عندهم اذا بدك بياثر فيهم الحرق اكثر من غيرهم، هن اصحاب الجلد البيضاء اكثر من الجلد السمراء، والاعمار يعني طفل صغير او ختيار شوي او كبير بالعمر، يعني بيكون جلده بعدها ناعمه او صارت كثير حساسه ممكن يحترق اكثر من شخص جلده شديده بعدها او سمراء. واحد. اثنين، في عندك جهاز المناعه تبع الانسان ومدى درجه الحساسيه عنده اياها بتلعب دور اساسي، يعني مثل ما هلا اذا بدك بالكورونا ناس عديت ناس قعدت كل هالفتره ما حدا مرقت عليها، هيدا مناعه. نعم. في ناس اذا تعرضوا لعقصه، عقصه نحله او عقصه انديل بدهم مستشفى، بيعملوا الرجي وبيعملوا. نعم. شيء بنسميه. نعم. شوك انافيلاكتيك بنقلها، يعني صدمه من تعرض لماده مسممه او ماده كيميائيه او ماده دوائيه، اللي هي هيدي الشوك انافيلاكتيك ممكن تودي الشخص انه يغبى عن الوعي. هلا في ناس بتستفرق تنحل باستفراغ وبيمشي الحال، بس في ناس بتغبى عن الوعي، هون بلفت النظر ضروره نقل الشخص على المستشفى لانه بده ابره منيت مشان الحساسيه. واحد. اثنين، والاهم الموضوع، في حال غبي عن الوعي وانا ناقله بسياره مدنيه، واكيد رح انقله مش رح اجيب الطبيب الاحمر، ضروري اذا غبي عن الوعي عم بحكي مش دايخ، اذا غبي عن الوعي كليا ما بنتركه نايم على ظهره، بنبرمه على خصره يا شمال يا يمين. ما بهم، لانه في شيء بنسميه نحن الحاله الصدميه، او نحن اذا بدك ترجمتها في بعض الاشخاص بعد ثلث ساعه او 20 دقيقه او اذا بدك 15 دقيقه ممكن يبلع لسانه. اوف. مشان ما صور بيصير بهيدي المحل، ولا بينما كان وصل على المستشفى يمكن يحتاج يقعد جمعتين، يعني انا عندي مريض قعد جمعتين بالمستشفى. أوف. كانت حالته كثير خطره، عنده حساسيه مفرطه كان على العقصه، وكانت الحجم الجسم يلي متعرض له كثير كبير، الاجر كله. نعم. او الفخذين اذا بدك اجرتين. فعملت له الرجي كثير عاليه وقعد واخذ له حط اكسجين كمان. ممكن تكون في مضاعفات، هلا نادره جدا تكون هالمضاعفات هالقد، بس موجوده. نعم. مشان هيك اثناء نقله بنحطه على خصره شمال او يمين تتفادى انه الشخص لا سمح الله يبلع لسانه ونكون بشيء يصير بشيء ثاني. شكرا دكتور جبران، على امل الكل يلتزموا وياخذوا معلش معهم قنينه الخل لانه هي دواء هلا نسبه، وينتبهوا، وان شاء الله قريبا جمعتين بعتقد بكون مرقت هالموجه وبنرجع عادي. انا بتشكرك. وما نشرف الرمال على البحر ونترك الزلاحف تعيش كمان. اكيد اكيد. شكرا لك دكتور جبران. شكرا.